مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة لهذا اليوم عن التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد. ونبدأ من موقع يمن مونيتور، والذي ركز على أبرز العناوين والأخبار، ومنها عدن على خطى الحديدة في الظلام وتحذيرات من انهيار النظام الصحي. وننتقل إلى عنوان آخر، التحالف العربي سنضطر إلى إعادة النظر في سياسة ضبط النفس مع الحوثيين. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث تناول الموقع خبر مطالبة وفد الحكومة باستبعاد الضباط المشاركين في الانقلاب، ويقول الموقع طالب وفد الحكومة في مشاورات السلام المقاومة بدولة الكويت باستبعاد الضباط والعسكريين المشاركين في الانقلاب على السلطة من عضوية اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى الإشراف على الانسحاب وتسليم السلاح. جاء ذلك في رؤية للوفد لتشكيل اللجنة العسكرية التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ود الشيخ أحمد خلال جلسة مسائية وفقا لمصادر تفاوضية. ووفقا للرؤية التي حصل عليها يمن مونيتور، ستشكل اللجنة من لجنة مركزية مقرها الكويت ولجنة فرعية في المحافظات اليمنية، ويصدر بها قرار من الرئيس عبد الرب منصور هادي. إلى موقع عدن تايم، والذي تابع العديد من الموضوعات المحلية، وعنوان 27 مرقد في إنعاش الجمهورية بعدن دون كهرباء. وفي تطورات مشاورات الكويت، بحث تشكيل لجنة إشرافية على تسليم السلاح وانسحاب الإنقلابيين. وإلى التفاصيل، ركز الموقع على عملية إطلاق صاروخ باليستي صوب الأراضي السعودية، وجاء في الخبر أعلنت قيادات التحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أن قوات الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية وتم تدميره. وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، فقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية. وأوضحت القيادة في بيانها أن تكرار إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي المملكة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية يهدف إلى إنهاء حالة التهدئة وإجهاض جهود المجتمع الدولي لإنجاح مشاورات الكويت. إلى موقع الموقع، والذي أورد عددا من العناوين، منها ولد الشيخ استقرار الوضع الأمني مطلب جوهري للشعب اليمني. وفي الشأن العسكري، القوات الشرعية تستولي على مواقع جديدة كانت بقبضة الميليشيا غرب تعز. وفي عنوان آخر، طيران التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في عدة محافظات. وفي التفاصيل، ركز الموقع على آخر التطورات الميدانية في محافظة الجوف. أصيب مسؤول محلي موالي لجماعة الحوثي بمديرية المتون بمحافظة الجوف في المواجهات الدائرة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أوضحت وكالة سبا الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية أن مدير عام مديرية المتون المعين من قبل الجماعة بمحافظة الجوف عبد الرقيب ضوبر أصيب في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني والمقاومة بمنطقة المحزام بالمتون. وأضاف الموقع ضوبر أصيب بجروح إثر سقوط قذيفة بالمتون بعد مواجهات عنيفة وتبادل قصف مدفعي بين الجيش والوطني مسنودا بالمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع. الحائط الضنين، تحت هذا العنوان كتب محمد الحافظي مقالا نشره في موقع يمن مونيتور، وقال فيه فجأة يتحول المجتمع المتنوع إلى متهم بذات التهمة ومن ذات الأشخاص، مجتمع داعشي، قاعدي إرهابي، كافر جاهلي أو عميل. في هكذا حالة، فالمخيف حقا ليس هذا المجتمع، المخيف هؤلاء الأشخاص الذين يرون الناس بعين طبعهم ولا يترددون في حشد كل هذا العدد من الناس ضمن منطقهم البائس. تنتج هذه الأحكام من ذات الشخصية، وإن اختلفت انتماءاتها فما يجمعها في الأساس هو عنصرية تفضي بمعتنقيها إلى إفراز أحكامهم الضالة وبكميات كافية لمعظم الجمهور، فمنذ الفئة الناجية مرورا بالقاعدة ووصولا إلى رجال الله في مختلف الدول، كل هؤلاء يرتكبون ذات الجريمة
وينالون من ذات المجتمع الشعب بوسيلة الاتهام بالجملة وبنبع العنصرية. تعددت الأسماء والنبع واحد والطبع واحد والموت واحد قطعا، فالتباينات بين هذه المكونات كثيرة وبينة، حتى أنهم أعداء بعضهم، لأن كل عنصري عدو لكل من سواه، وخصوصا من نافسه في مناهجه، بيد أنهم سواق صغيرة تنتظم أفعالها وتأثيراتها لتشكل نهرا متجانسا من التخلف والكراهية والجريمة، مع عدم إحساس بالذنب وبلادة صاعقة أمام انتهاكات حقوق الإنسان، نهر الجنون ونهر الموت في آن. إشكالية هؤلاء هي أنهم يرون أنفسهم البديل، لا أحد منهم ينتبه إلى أنه نسخة منقحة عن عدوه، إنهم لا يدرون ولا يدرون أنهم كذلك، وهذا ما يجعلهم دائرة مغلقة على بعضها بعناية، مكتفية ذاتياً بجهلها وسموها وحتمية انتصارها بسلوكها العقلي البائس الفقير. وإلى موقع المصدر أونلاين، والذي ركز على الوضع الميداني وجاء فيه: قتال عنيف في صرواح وسبعة قتلى من الجيش والمقاومة وتقدم محدود. وفي عنوان آخر: مقتل نحو 20 من الحوثيين خلال تجدد المعارك في بيحان وسط تقدم لقوات الحكومية. إلى جانب البلاد أيضا إلى جنوب البلاد عفوا مصدر ملاحي: سفينة إماراتية تحمل قطاع غيار للشبكة الكهربائية ترسو في ميناء عدن. في التفاصيل، تناول الموقع خبر الوقفة الاحتجاجية لأسر الصحفيين في العاصمة صنعاء، ونفذت أسر الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين وقفة احتجاجية أمام سجن احتياطي هبرة وأمام مقر الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء. وتابع الموقع: وطالبت الأسر بإطلاق سراح أبنائها المختطفين الذين بدأوا في 9 من شهر مايو الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة من قبل سلطات السجن في هبرة بعد عزلهم في غرفة ضيقة وتعذيبهم نفسيا. وقال بيان للأسر الصحفيين للعشر إن أهليهم يعيشون في حالة من القلق بعد إنكار ناطق الحوثيين محمد عبد السلام إخفاء الصحفيين العشرة من قبل مسلحي الجماعة ونفيه أن يكون لدى جماعته صحفيون أو إعلاميون معتقلون أو سجناء رأي. وأضاف البيان: نرفض رفضا قاطعا ما قاله الناطق الحوثيين، ونؤكد أن أبناءنا الصحفيين جرى اختطافهم من أمانة العاصمة قبل حوالي عام، وهم يمارسون عملهم الصحفي بعد أن أغلق الحوثيون مقرات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي كانوا يعملون لديها. إلى موقع الصحوة نت، والذي نقل العديد من الموضوعات وعنوان: تدشين حملة شبابية لدعم المقاومة الشعبية في تعز. وفي الشأن السياسي: بندغر، القرار الدولي يلزم الانقلابيين بإطلاق المختطفين جميعا. وفي التفاصيل، ركز الموقع على عمليات المقاومة الشعبية في إقليم تهامة ضد الميليشيا وجاء فيه: هاجم رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة عناصر من ميليشيا الحوثي في مديرية نجرة بمحافظة حجة. وقال مصدر محلي إن رجال المقاومة الشعبية هاجموا ميليشيا الحوثي بصاروخين في منطقة مثلث الأتبعية بمديرية نجرة، وقد أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا. وتابع الموقع في التفاصيل: وشهدت سيارات الإسعاف شهدت سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى أبو هادي بالأمان، تم نقلهم باتجاه مدينة حجة. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. إلى صحيفة عكاد السعودية، والتي عنونت: أمن عدن يحبط هجوما إرهابيا على مستشفى 22 مايو في مديرية المنصورة. كما عنونت الصحيفة أيضا: قائمة أسر الإنقلابيين أو أسرى الإنقلابيين تهدد بإفشال المفاوضات. وفي التفاصيل، ركزت الصحيفة على مشاورات الكويت أيضا، حيث جاء فيها: أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن عدم قبوله للانتهاكات الحاصلة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في اليمن نظرا لما له من تأثير بالغ على مختلف القطاعات الأساسية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانا عن المبعوث الأممي عقب لقاءات ثنائية أجراها مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات. إن استقرار الوضع الأمني في اليمن يعد مطلبا جوهريا للشعب اليمني، وأشار البيان إلى أن الجانب الأمني طغى على القسم الأكبر من الجلسات الثنائية التي جمعت مع أو التي جمعته مع أعضاء الوفدين المشاركين في المشاورات. إلى صحيفة العربي الجديد والتي ركزت على الجانب السياسي ومشاورات الكويت، وجاء فيها الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن السقاف: المفاوضات لن تفشل مهما كانت الصعوبات. وعنونت الصحيفة في موضوع آخر: مشاورات الكويت أمام اختبار. وجاء في التفاصيل: تتواصل مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت من خلال اجتماعات للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يتركز أغلبها في الأيام الأخيرة مع وفد الإنقلابيين. وفي هذا الإطار دخلت النقاشات بتفاصيل إجرائية تمهد لاتفاق حول مواضيع أساسية. وتتابع الصحيفة: ومن المقرر أن تواصل لجنة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قصرا والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية اجتماعاتها الثلاثاء، وسيقدم كل طرف ملاحظاته حول قائمة الأسماء التي تسلمها من الطرف الآخر، والذي بلغ عددها 2630 اسما من جانب الحكومة ونحو 3700 من قبل الإنقلابيين. وفي التطورات لفت تشير مصادر مقربة من المشاركين للعربي الجديد إلى أن القائمة المقدمة من الإنقلابيين بأسماء المعتقلين والأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية تتضمن اسم أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس المخلوع الموجود في الإمارات والذي كان سفيرا فيها. الخروج من ثلاجة الموت. تحت هذا العنوان كتب باسل علوزي مقالا نشرته صحيفة العربي الجديد، ويقول الكاتب: كان يتعين على المحارب الذي خرج للتو من ثلاجة الموتى أن يقرر إلى أي أطراف الصراع ينحاز في دقيقة واحدة فقط، لأن الحرب المحتدمة حوله لن تترك له أزيد من ذلك، وإلا يجد نفسه ضحية بدل أن يكون قاتلا كما اعتاد. نفض ثيابه من بقايا الجليد على عجل وراح ينظر إلى الأطراف المتحاربة من حوله، علّه يتذكر الطرف الذي ينبغي له أن يلتحق به، لكن من دون جدوى، لأنه فقد ذاكرته تماماً في ثلاجة الموتى، وتجمدت معها كل معتقداته التي كان يؤمن بها سابقاً. هو يتذكر فقط أن صراعات أصحاب المعتقدات والنظريات تندلع عند النقطة التي يحاول فيها كل طرف الاستحواذ على مساحة من الأرض تتلائم ومعتقده الذهني، فأدخله قادته في أتون صراعات قديمة للاستحواذ على مناطق نفوذ طائفية وسياسية تتناسب وعظم الطائفة نفسها التي كانت تتبرم من صغر الكرة الأرضية في مقابل عظمة معتقداتها. أوشكت الدقيقة على النفاد، والمحارب الخارج من ثلاجة الموتى ما يزال يمعن التفكير، ثم تنبه إلى محاربين آخرين يخرجون من الثلاجة نفسها ويشاطرونه حيرته، لكن ما هي إلا لحظات حتى عادت الدماء تسري بحرارة في عروقهم والحماسة تتوهج على ملامحهم، ثم صرخوا بصوت واحد: إنها الحرب. ثم راح كل واحد منهم ينخرط في صفوف أقرب طرف إليه لا على وجه التعيين، لأن الهدف هو الحرب نفسها. لم يكن مستغرباً أن يتبادل المحاربون سادتهم حتى في ذروة المعركة، فكم من مرة ترك المحارب منهم خندقه ليلتحق بخندق الخصم، لا عن قناعة طائفية أو مذهبية، بل لتبدلات مصلحية على الأغلب، أو بحثاً عن حرب أخرى أشد ضرامة. ولصحيفة البيان الإماراتية والتي عنونت: المعتقلون وسيلة ضغط الميليشيا على السلام. تنقل الصحيفة طبقا لتقارير حقوقية محلية ودولية، أبرزها تقرير المرصد الأورومتوسطي قولها: يبلغ عدد المختطفين في اليمن 8419 مختطفا من مختلف فئات وشرائح المجتمع، بينهم 2338 مخفيا قصرا. وبحسب المرصد فإن 4689 حالة تعذيب ارتكبتها ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح. وتضيف الصحيفة: مثل سقوط العاصمة صنعاء
مفتتحا لسلسلة من حملات الاختطافات والإخفاء القسري واسعة النطاق، طالت المئات من معارضي الانقلاب الذين تعرضوا لأعمال تعذيب داخل السجون الرسمية وغيرها من المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية التي حولتها الجماعة إلى سجون وأقبيب تعذيب. تحدثت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قرابة 1000 مختطف لدى الميليشيا خلال الشهر الأول من سيطرتهم على العاصمة وفرض سلطة الأمر الواقع. إلى صحيفة الاتحاد والتي ركزت على التطورات الميدانية التي تشهدها محافظة شبوة وعنونت استمرار تقدم قوات الشرعية في شبوة لليوم الثاني، وجاء في التفاصيل تواصل اليوم الثاني على التوالي المعارك العنيفة بين قوات الشرعية والمتمردين الحوثيين في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد. وقال الناطق باسم المقاومة في شبوة الشيخ مبارك صالح ببراس للاتحاد: تمت السيطرة الكاملة على منطقة الهجر في بيحان بعد اقتحامها من جهات عدة، متوقعا أن يتم في غضون ساعات استعادة المدينة التي تعد آخر معاقل ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس البخلوع صالح علي عبد الله صالح في هذه المحافظة الاستراتيجية. وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم المقاومة أن عدد قتل الجيش والمقاومة في المواجهات منذ اندلاعها الأحد ارتفع إلى 27 مؤكدا مقتل وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح خلال الفترة ذاتها. ويقول المتحدث المقاومة: قوات الجيش والمقاومة أسرت العديد من المسلحين الحوثيين بينهم القيادي الميداني في الجماعة عبد الله عامر السيد الذي أصيب في الاشتباكات ويخضع حاليا للعلاج في مركز تابع للقوات الحكومية. ولصحيفة الخليج والتي عنونت في الشأن السياسي: بندغر القرار 2216 يلزم بإطلاق سراح الصبيحي. تقول الصحيفة: أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بندغر بالأدوار الكبيرة التي قدمها وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي في الدفاع عن الوطن والشرعية ورفضه للانقلاب. ونقلت الصحيفة عن وكالة سبا اليمنية قولها إن بندغر التقى نجيل وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي المعتقل لدى الميليشيا الانقلابية. وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الإفراج عن اللواء الصبيحي ومعه اللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور وكل المعتقلين في سجون الميليشيا قضية لا تنازل عنها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يلزم الميليشيا الانقلابية بإطلاق سراح وزير الدفاع وكافة المعتقلين. سقوط المستقبل العربي في الماضي. تحت هذا العنوان كتبت انتصار البناء مقالا في صحيفة الخليج الإماراتية، وتقول الكاتبة: يؤخذ على الأمة العربية بأنها أمة عاطفية يحركها الوجدان منذ ما قبل الإسلام، هكذا عبر عنها الشعر العربي والسير العربية، بل وحتى أيام العرب المشهودة كان بعضها نتاج حالة انفعالية انتابت الفرد أو القبيلة فخاض لأجلها حروبا دامت عقودا، هذا ما تحكيه حرب البسوس وداحس والغبراء، ونستثني منها معركة ذي قار. ومن المؤسف أن بعض النصوص الفلسفية والعقلانية واجهت حروبا شعواء وحملة تشويه وتكفير مثل التي واجهتها كتب ابن سينا وابن رشد، فيبدو أن ثمة صراعا خفيا عانته الحضارة العربية بين العقل والوجدان أعاق استمرار الحضارة العربية الإسلامية في التربع على قمتها لأكثر من 3 قرون أو 4 في مختلف مراحلها. ونستطيع استنتاج نتائج عدم الانسجام بين المعطيات الوجدانية والمعطيات العقلانية في السلوك العربي من حالة الانحراف الحضاري الذي سقطت فيه الأمة العربية بسبب دعاوى التغيير التي جعلت من حال الدول الأوروبية هدفاً ترنو إليه عمليات التغيير التي طالبت بها الجماهير العربية. فبدل أن تتوجه اليوم مؤشراتنا نحو المستقبل المتمثل في التنمية والتحضر وقيم العدالة والحرية، 3/4 الوطن العربي تقريباً قد سقط في تنامي مؤشرات الفقر وتدهور أوضاع الأطفال وتراجع وضع المرأة وانتشار الإرهاب. ثمة خلل ما وقع لم يجعل الأهداف العربية هي النتيجة الحتمية
للإجراءات التي انخرطت فيها جماهير الشعب، وثمة خلل حقيقي في مسارات الحوارات العربية، وثمة خلط كبير غير مبرر للقضايا العربية نتج عنه أن مستقبلنا يتوجه نحو الماضي بدل الصعود إلى الأمام. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. Thank you.